اهلا بحضراتكم، رجعنا بعد الفاصل. في ناس كتير للاسف بتفتكر ان احنا بننسى، وعندهم حق ان هم يفتكروا كده، علشان كتير من الاعلاميين وكتير من البرامج الاعلاميه عندها المشكله او العيب ده، وهي فكره النسيان. نفتح ملف ونثيره ونزعق ونعمل دوشه كبيره ونكسر الدنيا يوم يومين ثلاثه، وبعدين الدنيا تهدى خالص ويتنسي الملف وكانه ما اتفتحش، وده ما بيحلش حاجه. لكن الحقيقه انا ادعي انه انا وزملائي في الاعداد بنحاول شويه ان احنا طول الوقت نضرب على الملفات اللي اتفتحت علشان تفضل طول الوقت كجرس انذار كده. فاكرين حضراتكم الهوجه اللي حصلت من حوالي شهر شهر ونص بتاعه الطالب بتاع الجامعه الامريكيه اللي تحرش ببنات كتير وانتهك عرضهم وحاول محاولات غير اخلاقيه على مواقع التواصل وما الى ذلك؟ فالدنيا قامت ساعتها، وبقى المجتمع ويمكن الدوله كلها بتواجه ظاهره التحرش ومحاولة الحفاظ على المرأة والبنت وحقوقها وسمعتها وشرفها وحتى حقها انها ما تتعرضش لمضايقات، والدنيا هديت. احنا عشان كده ولما لقينا الدنيا هديت قررنا ان احنا نصحيها تاني. احنا النهاردة هنتكلم عن فكرة التحرش وفكرة المرأة والبنت، وازاي البنت المصرية، بنتي وبنتك واختك ومراتك وكل ست في مصر، تعرف تتعامل ازاي، يبقى ليها الحق انها تنزل الشارع وهي آمنة، تتعرف ازاي على الناس بشكل محترم بدون الدخول في التفاصيل الخاصة لأي طرف، ولما تتعرض لأي شيء من أول المضايقة بالعين أو بالكلمة إلى التحرش اللفظي أو حتى لا قدر الله الجسدي، ازاي كمان تعرف تاخد حقها. أنا النهاردة مستضيف لحضراتكم بنوتة جميلة، هي الحقيقة مش بس جميلة، هي ملكة جمال، ودي بشهادة من مسابقة ملكة جمال العرب الجميلة والفتاة الرقيقة ياسمين علي. ازيك يا ياسمين؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. كله حلو؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. انت ياسمين ولا بتحبي اسم الدلع جيسي؟ هو ياسمين ده اسمي الاصلي، بس جيسي اسم الشهره. يعني اسم الشهره، يعني انت اسمك اللي الناس بينادوكي بيه جيسي. ايوه. وتمام اناديكي بيه جيسي ولا خلينا في ياسمين؟ لا انا عادي، ما عنديش مشكله في اي حاجه. مفيش مشكله، 2-1. طيب الاول خلينا نعرفك على الساده المشاهدين. ملك جمال العرب ده حاجه تقيله وكبيره. هي بصراحه صعبه جدا. صعبه. طب احكي لنا جت ازاي؟ انا كنت وقتها في دبي، فجت المشاركه وكده. انا وقتها كنت خايفه شويه، يعني متوتره طبعا، لان يعني شاركت في مصر هنا قبل كده. في دبي تشتغلي ولا دي اجازه؟ لا في شغل برضه. مقيمه. تمام. فكلموني وكده، قلت لهم لا دي اكيد صعبه يعني، وكمان انا ما عنديش خلفيه اكتر، يعني في المسابقات بتبقى لها شروط، بتبقى يعني فيها تقايد اكتر لينا. فالمهم ايه، قلت خليني اشوف المسابقه فين. دخلت وتمام، بقيت التصفيه النهائيه فين؟ في المغرب. في المغرب. ففكرة كلمة المغرب دي بالنسبة مثلا لو هتروح المغرب، يا جماعة هروح، طب انتي يعني انا مش عارفة اي حاجة هناك طبعا، كل ده تحت مسمى المسابقة. دي الصورة دي في المغرب؟ تمام. دي كانت التتويج وقتها. التتويج كان في يناير 2018. فعلا. تمام تمام. انا رحت. لا والمغرب كمان المنافسه فيها صعبه، لانه المغرب يعني الجمال، نسبه الجمال فيها عظيمه بصراحه. يعني انا لما دخلت انا كنت متوقعه وصيفه. كنت متوقعه وصيفه، ما تخيلتيش ان انت هتاخدي التاج. اولا كنت تعبانه، يعني جالي دور برد شديد، ان هناك الجو برد جدا وانا مناعتي ضعيفه. جالي دور البرد طبعا، ما قدرتش، كنت بشارك معاهم بس تعبانه. فكان في حد من لجنه التحكيم كانت مغربيه، الدكتور يعني وكده، كانت بتديني كل يوم عسل. عسل؟ عسل بس. اقول لها مش هيعمل حاجه معايا. تقول لي بس خدي معلقه عسل، تجي لحد الغرفه تقول لي خدي يا جيسي مش عارفه ايه. ده عسل عادي اللي احنا بناكله يعني، ولا عسل مختلف؟ عسل بتاعهم. بتاعهم جبلي مثلا او حاجه كده، مش عارفه بقى النوع بصراحه. يعني هم كانوا كلهم حاجه وانت مش عارفه ايه. هم كانوا بيتخانقوا عليه، وانا بعتقد انه اكيد في سحر. اوكي. لا مفيش سحر، بس في انواع عسل فعلا بتبقى اللي هي، انا طبعا مش عايز افتي قوي يعني، بس معلوماتي ان انا في حد صديق ليا مره جاب لي بطرمان صغير كده عسل من اليمن مش من المغرب. لا فعلا هو العسل ده طعمه ملوش علاقه بالعسل خالص اللي احنا بناكله، في مراره شويه. مرار، واضح ان ده عشان بيور، عشان نقي. فاللي هو يعني على ابوه زي ما بيقولوا. ففعلا تاخدي معلقه العسل تحسي بطاقه كده عايزه تفوتي في الحيطه. لا انا فعلا قعدت تقريبا اسبوع كامل كنت باخد منها كل يوم عسل. فعلا. واحده الصبح وواحده قبل ما انام وواحده اول ما اصحى. طب شفت جيت. العسل كمان النتيجه ازاي؟ شفت العمل؟ لا هو انا جيت في المسابقه لقيت خلاص تمام، ان انا بطلع المسابقه كده لا الامور تمام ومفيش اي حاجه. التحسن؟ يعني يوم المسابقه حسيت بتحسن؟ لا الحمد لله حسيت طبعا. انا كان فعلا زوري نفسه كان وجعني، ومفيش يعني خلاص اللي هو يعني بقى ضاغط عليا، اللي انا مش عارفه اتعامل جدا. اوكي تمام.
حصل ايه بقى يوم الختامي؟ طبعا يعني انا عايز اقول لك المسابقه كانت قويه جدا، لان يعني فيها دول كتير مختلفه، دول عربيه كان في بلد حلوه فعلا؟ اه بجد؟ وفي بقى طبعا كان في كتير، يعني بقول لك من كل دوله معلش مختلفه. بس كتير من الناس وانا مش بس عارف، انت لا في اكيد حاجه، سمعتي الكلام ده. هو كان في بنات حلوه بس ممنوع عمليات تجميل، يا راجل فدي ممنوعه في المسابقه. عاملين عمليات تجميل؟ ايوه، فبيقولوا مثلا احنا مش عاملين، بس طبعا لجنه التحكيم والناس طب اللي معلش، هو معانا سؤال فاهمين. رفيع، ممكن اكيد هو في بنت مش عامله دلوقتي عمليات تجميل؟ الحمد لله. يا سلام، لا ده بجد. والله ما عملتش اي حاجه ومش ناويه. لا بس انا بكلمك بصفه عامه، لانه بجد دلوقتي صعب قوي قوي تلاقي بنت على هو طبيعتها صعب صراحه، قوي، يعني انا لازم حتى تلاقي البنت داخله الورشه قبل ما تطلع. لا، وفعلا ودلوقتي المشكله ان بقى في سن ال 16، اول ما تلاقي 16 سنه تلاقي رايحه اعمل مناخير، لا رايحه اعمل شفايف، لا مش عارفه رايحه اعمل ايه. مظبوط. فدي مشكله برضو معايا، يعني في ناس كتير اصحابي مثلا يقول لي طب اعملي فيلر شفايف مش عارفه ايه، اقول لهم لا مش مقتنعه، حاسه ان انا خايفه اخش اعمل حاجه تطلع عليا مش، يعني ما تبقاش حلوه، مش كله برضو مظبوط. بيبقى حلو، لا وخدي بالك ده مشوار، اللي يروح فيه بيكمل. ما بيرجعش، ما بتفضليش بقى في الورشه والمعديه على الورشه رايح جاي. صح فعلا والله، يعني انا شفت ناس كتيره كل شويه عاملين حاجه جديده مش عارفه فاللي ايه، كانوا عاملين عمليات تم استبعادهم. اللي هم ايه احنا فاهمين بس سايبينكم ايه، تقولوا ان انتم مش عاملين حاجه، اوكي. لان هي يعني قايمه على الصراحه جدا. احنا قعدنا 14 يوم في الفندق كلنا مع بعض، طبعا بيبقى في ندوات بنحضرها كل يوم، مثلا بنطلع اماكن، كل ده طبعا كل ده تحت المراقبه، كويس. سواء فطور غدا عشاء كله تحت المراقبه، فما كانش حد يعرف الموضوع ده، تمام. وتعاملك مع الناس في الفندق، تعاملك مع الناس الغريبه، كل حاجه كانت متراقبه، كل حاجه كانت كل متراقبه. حاجه كانت لايف. تمام. قولي لي عشان نقفل قصه المسابقه، في ناس كتير ما بتصدقش في المسابقات دي. انا كنت واحده ما بعترفش بيها اساسا، ما اساسا، بتعترفيش لان بيها. دخلت قبل كده مسابقه وطلعت في التصفيه النهائيه، اوكي. فبالنسبه لي حسيت ان الموضوع يعتبر شبه فيك، يعني هي بس شو كده، بس ايه هم بيبقوا عارفين مختارين مين، فنفسيتي طبعا تعبت بصراحه. طبعا. وعايز اقول لك انه معظم الناس، والحقيقه انا منهم، بشوف المسابقات لحد النهارده بتاعت ملكات الجمال دي كده، الدنيا مصنوعه وهم عارفين هيكسبوا مين، ايوه عشان فعلا، اسباب يا اما ليها علاقه بمين ولا هي قريبه مين، او اسباب سبونسر، تجاريه حد دافع وسبونسر مش واعلانات عارف ايه، وحد دافع وبتاع. وده اللي حصل معايا فعلا. فده اللي وقتها بيخلينا ما بنصدقش وما بنثقش في لا المسابقات انا دي وقتها خالص. بصراحه فقدت الثقه في نفسي، قلت اللي هو انا لا مش عارفه اشتغل، مش عارفه اعمل اي حاجه، لان طبعا هو لما تشوف ناس مثلا اللي هتفوز مثلا، يعني ممكن تكون تشوف حد تاني ممكن يكون يستحق، بس تشوف حد تاني اللي هو طب ازاي. فطبعا في بنات كتير بتتكسر من الموضوع ده، تبقى جواها كسره بسبب الموضوع ده، وقابلت ناس كتير قوي. وهي القصه حلاوه بس؟ لا طبعا المسابقه كانت ما كانتش قايمه على كده. ده كده حلاوه وعسل بقى احنا كده نقعد ناكل. مش حلاوه بس، لا الثقافه، التعامل مع الناس، الاسلوب، الشخصيه، كل ده كان تحت المراقبه، يعني هو 14 يوم احنا في اختبار كده، ممكن يحاولوا يستفزوك، يحاولوا مثلا يدخلوك في مواضيع، نشوفك تتصرف ازاي، وبقى بيطلع بقى الشخصية بتاعت الشخص نفسه بقى على حياته هو ايه. حلو. اللحظة اللي حطوا التاج على راسك دي كانت بالنسبة لك قلت ايه؟ لهم انا اللي هو المفروض بعمل تحية الملكة، طبعا. لو فضلت افلم لهم انا الكلام ده انا بجد؟ الكلام ده بجد؟ يعملوا كده اطلعي انا انا، قلت لهم معلش انا مصرية فلازم اقول انا كتير. دي كانت مين معاكي الوصيفة؟ الوصيفة كانت لا انا لما بطلع التحية، يعني انت الاولى، انت اللي خدت التاج، مين الوصيفه الاولى اللي الوصيفه انا مش فاكره بصراحه اسمها ايه، كان عندي كانت في البنت اللي كانت معايا في الغرفه لبنانيه غاده، دي اتعرفت عليها هناك طبعا من حدائق صاحبتي، كانت حلو. طلعت وصيفه تانية، الوصيفه حلوه ماشي. لبنانيه عشان نتكلم. وكان في واحده تانية الاولى انا بصراحه مش متذكره كانت جنسيتها ايه، تمام. لانها يعني كانت اكتر واحده بتكلم معاها هي اللبنانيه دي، يعني نفس جو المصريين. اوكي. اما التانيين كده تحسي في نفسنا في حرب قايمه، دي عماله تتكلم على دي، دي عماله تفتن، لو كل واحد عايزه تطلع ايه الطير التاني عشان تضمن هي. مفهوم مفهوم. مبروك يا ملكه. الله يبارك فيك. وقولي لي بقى، الملكه دي اتعرضت لايه زي ما بتتعرض كل بنت مصريه؟ طبيعي لو على السوشيال ميديا هتلاقي في الاكونت عندك ناس كتيره اللي هو ايه طب بقى نتقابل، طب نتصور، طب تحرشات بقى كلام طب كتير نتقابل طبعا على كم طول كده وش عادي جدا خالص يعني. طب قولي لي السوشيال ميديا، لان انت فتحتي نقطه مهمه وهي فكره الظاهره الجديده اللي احنا موجودين فيها، الموضوع السوشيال ميديا ده اثر بنسبه قد ايه على فكره خصوصيه البنت، او انه بقت السهل الوصول للبنت من خلال دوسه زرار؟ هو اثر سلبي وايجابي. كويس. سلبي من ناحيه الناس اللي بتتقابل معاهم، يعني هي بتبقاش مثلا قصده، مثلا في ناس بتحرش طبعا على السوشيال ميديا، في ناس تلاقي تدخل تقول كلام مش كويس،
شباب مثلا، وسواء بنات برضو فيه بنات وشباب الاثنين. فطبيعي في ناس بتشوف الازعاج ده فطبعا بتتضايق. اوكي يعني ده بمناسبه ولا من غير مناسبه؟ ما عادي من غير مناسبه، ممكن يعني ممكن لو حد بيحط صوره ممكن اوكي ده بمناسبه، لكن في ناس عادي يعني حياتها العمليه وده شغلها مثلا، فطبيعي الناس اللي ليها متابعين ليها ناس مثلا بتتكلم معاهم فلازم تبقى مثلا متفاعله معاهم. طبيعي. فتلاقي مثلا حد ما تعرفوش او كده داخل يقول كومنت مثلا مش ظريف، كلام اباحي مثلا، فهي بتبقى مثلا. طب هنا ما بيقلقوش يعني، يعني لما حد يبعت لي كلمه اباحيه او يخش يعني يغوص في الخصوصيات بتاعتك، قولي لي الجرأه دي بيجيبوها منين؟ يعني البجاحه دي بيجيبوها منين؟ والله ممكن انا بشوفها يعني ان الشخص ده يعني غير سوي، ما عندوش اخلاق، ما تعرفش هو ممكن يكون بيستفز الواحده انها ترد عليه تقول له طب انت تشتم معاه. ممكن يكون الطريقه في ناس ايوه يعني. في طريقتين يعني، في حد يعمل كده عشان خاطر انت ترد عليه ان هو يستفزك في الكلام فانت تعرفني عشان تقول عليا كده وتبدا بقى ايه الكلام. أوكي. وفي حد بقى اللي هو شايف اي بنت حلوه انت يا تروحي جهنم انت هتموتي مش عارف ايه، وتلاقي حاجات غريبه كده بتشوفها. اوكي. في حد بقى حاول يتطول اكتر من كده مش مجرد بس لا انا الحمد لله بشوف المسج قبل ما افتحها، لو انا اشوف لقيت فيه كلام كده ما بفتحهاش او تبصي عليها بلوك قبل ما تتفتح. طبعا بفتح بس الحاجات اللي فات شغل او الاصحاب. اي حد تاني بقى انا مش معاكم، انا مش شايفاكم اساسا. وبتعمل عملتي بلوك لناس؟ اكيد طبعا، لما لو حد بيعمل كومنت مثلا عندي بعمل له بلوك، لكن لو حد بعت رساله مثلا انا بعمل بلوك من غير ما ادخل حتى اشوف الرساله ايه. طب ليه؟ إيه انت بتشوف من بره اصلا بتلاقي مثلا الكلام محتوى الكلام. اذا حد بيتكلم في شغل، اذا حد بيعاكس، اذا حد بيتمدى في الكلام، فاللي هو ايه انا اصلا ما شفتكش. لكن شفتكش. لو لكن لو فتحت الرساله انا شفتها اتضايقت فعشان كده عملت لك بلوك. اوكي. دي فكره بحيث ان انت توصلي رساله للناس انه من بره بره اللي هو ايه الموضوع. انا اصلا ما شفتكش اساسا ولا الكلام وصل لي. اوكي. طب ده على السوشيال ميديا، كلميني بقى على الشارع. لا الشارع انا فعلا بشوف حاجات غريبه. غريبة. يعني هو التحرش دلوقتي يعني بقت مش يعني زمان كنا نسمع مثلا ايه غزل معاكسه يا قمر يا حليوه يا قمر ايوه كلام طبيعي بتاع زمان. لا دلوقتي بقينا نسمع كلمه التحرش ده في المجتمع العربي. بقت تحس انها كلمه تقيله اساسا لما تسمعها، الكلمه تلاقيها بتنتشر كتحرش. طب احنا مش فاهمين ايه التحرش ده. فالموضوع بقى فعلا الفتره دي يعني في ناس كتير مرت بمشاكل بسبب الموضوع ده، وانا شفت حادثه حصلت. انت شايف ان هو زايد قوي دلوقتي؟ جدا جدا، لان مش مثلا من مثلا ناس كبيره او واعيه او راشده، لا في ناس اندر ايدج، ناس الاقل من السن القانوني، تلاقي مثلا يعني انت تمشي في الشارع بصراحه انا بشوف اطفال بسمع منهم كلام ما ينفعش يتسمع. يعني اطفال انا مش عارفه انا لوحدي ولا اكيد. لا اكيد اكيد كلنا. لا ما اكيد اللي بيحصل معاكي بيحصل أكيد. مع البنات كلها بس اطفال بس. اطفال يعني انا بستغرب ان هم اطفال مثلا اللي هم في ابتدائي يعني اطفال ابيض. عشان كده انا بصراحه بستغرب يعني مثلا انت تمشي تلاقي واحد زي ده ماشي يعاكس مثلا كلام ما ينفعش يتسمع. انا بقول مثلا جايبه من فيلم، جايبه مثلا من حد بيعاكس، اكيد هو مش فاهم معنى الكلام. طب قولي لي النسبه تقريبا قد ايه؟ يعني لو قلنا ان انت بتنزلي 7 ايام في الاسبوع، كام يوم فيهم بتتعاكسي او بيتم التحرش بيكي؟ انا بحاول ما اختلطش بالناس. لا ما انا مش بقول لك هتختلطي بالناس، بس أيوة انت بالنهايه بتنزلي راحه لواحده صاحبتك، راحه شغل، راحه مشوار. بس ايه ان انا بروح طبعا ما بخرجش في كل الاماكن. لو بخلي حتى خروجي محدود بسبب ان مثلا ما اتعرضش لاي حد يضايقني. يعني حتى مثلا لو حد بيوصل لي من اهلي، حد بيجيبني مثلا، بسبب ان انا ما اتعرضش مثلا. تحاولي مثلا ما تمشيش في الشارع على رجلك كتير. سخيف ما واحد سخيف ولا واحد مش محترم يمشي يقول لك كلمه مالهاش 60 لازمه. ولا حد يقرب منك، انا من النوع اللي انا كواحده بغير على نفسي. طبيعي. فلو سمعت حد قال لي الكلمه دي انا مش هتملك اعصابي، ممكن انزل عليه ضرب. ضرب؟ ضرب على طول. طب بس يعني ما تفتحش صدرك قوي برضه عشان بس ما ما هو في الحاله دي انا هروح يلا هو هيروح. لكن انت بتحاولي قدر الامكان عشان تحافظي على نفسك ان انت تتحاشي الاختلاط، يعني مثلا ما بتحاوليش كتير تمشي في الشارع على رجليك كتير. ما بحاولش حتى مثلا لو اروح اقعد في مكان او كده بحاول ان انا ايه يكون يعني عارفه انا رايحه فين جايه منين، بسبب الموضوع فعلا في مصر يعني بقى زياده جدا، وبقينا يعني كمجتمع مصري اكتر نسبه في التحرش على مستوى العالم. يعني الموضوع ده انا برضو ودي حاجه تضايق بصراحه. يعني انا كنت بشوف يعني الدول كلها دلوقتي يعني حياتهم غير احنا، وبقى احنا مثلا مشكلتنا في الدنيا دلوقتي لا ده تحرش، لا سواء سن كبير لا صغير تحرش بس. طب قولي لي ده سؤال مهم برضو علشان بعض الناس
بيرجعوا فكرة التحرش أو إن الولد بيبص للبنت ويبتدي يعاكسها وما فوق المعاكسة بقى بسبب لبسها، هل ده له علاقة؟ لا أنا مش شايفة ليه علاقة، لأن قدامي أنا شفت واحدة منقبة بتتعاكس وبيتحرشوا بيها. منقبة منقبة، وحصل قدامي الموقف ده قدامك. قدامي، لأن أنا بصيت كده وقتها. طب أنا رحت للشباب قلت لهم أنتوا شايفين منها إيه؟ عشان يعني أنا كنت هتجنن، قلت لهم أنتوا شايفين فيها إيه يعني لفت نظركم عشان يعني مثلا انت مدوا ايدكم عليها او كده؟ يقولوا بنرفع مراحل معنويه. كان بجد؟ والله العظيم. لا حول ولا قوه الا بالله. فاللي هو يعني انا حتى المنقبه ما بتسلمش. لا اللي انا كنت في حاله صدمه، اللي انا لا طب انتوا بتعكسوا البنات عشان مثلا لابسه عامله، طب دي فيها ايه؟ طب كذلك انت شخصيا المحجبه. بتحسي انه حسب طبيعه لبسك التحرش او المعاكسه او الغلاسه بتزيد او بتقل، ولا ايا كان لو حتى لابسه جينز وتيشرت وكوتشي هتتعكسي؟ ايا كان اي حاجه اسمها انثى، اي حاجه اسمها انثى، من غير لا سن، من غير لا شكل، من غير اذا كانت ام اولاد ولا لا، اللي هو كشكل انثى بتتعكس. ومش انثى بس، ده الاطفال البنات. على فكره كلمه صعبه قوي اللي بتقولها ياسمين، فكره انثى. اي انثى كبيره صغيره، ام مش ام، حلوه مش حلوه، لابسه مش لابسه، هي في النهايه طالما انثى يبقى لازم هتتعرض للتحرش او المعاكسه او المضايقات. وفعلا كمان عندنا هنا مثلا، انا دارسه قانون، تمام، انا دخلت درس ايه؟ قانون. اهلا وسهلا. يعني انا دخلت حقوق بسبب يعني انا كان بابايا رافض، فلو كليه صعبه شفت لهم انا هدخل حقوق لان انا عايزه ادرس القانون اعرف حقي، يعني حقي ايه اللي عليا واللي عليهم. حلو. في قانون العقوبات بتاع خدش حق المراه والكلام ده وكده، تخيل العقوبه ايه؟ كان ماده 306. يعني انا كل حاجه في القانون عارف ماشي عليها. كان العقوبه ايه؟ من 200 ل 1000 جنيه خدش حياء المراه. بس ده كان زمان. لا انت ما طورتيش معلوماتك القانونيه. لا او سنه حبس. ايوه الكلام ده برده كان زمان، دلوقتي البرلمان السنه اللي فاتت غلظ العقوبه. انت متخرجه بقالك فتره، ازاي ما رجعتيش القانون؟ 2015. البرلمان غلظ العقوبه دلوقتي، بقى فيها 6 اشهر وثلاث سنين حبس وبتاع وغرامه مش عارف ايه. لا ففي ولاد بيتروقوا دلوقتي وده كويس. يا ريت. ده كل يعني ما انا العقوبه كنت تبقى اخر حاجه قويه. درسها اللي هو مثلا سنه كعقوبه، ما مش برضو حاجه صعبه، يعني اللي هو احنا عايزين نشد اكتر. انت عايزه له اعدام ولا ايه؟ لا مش اعدام، مش للدرجه دي. يعني بس يكمل عمره في السجن كده ولا حاجه. يعني يكون في شد في الموضوع، لان مثلا حتى لو اي حد حصل له تحرش او كده، فكره ان هو يروح يعني يروح مثلا القسم يتكلم، ما هو في ضباط. فكبنت تروح تقول له انا واحد اتحرش بيا؟ لا استني بقى، هنرجع للنقطة المهمة جدا، فكرة ازاي البنت تتعامل وازاي البنت تاخد حقها. بس خلينا الأول بس نسأل ونستشير، من استشار لم يخب. معانا الصديقة العزيزة والأستاذة المحترمة الأستاذة إيزيس محمود، مدير التدريب والتوعية بالمجلس القومي للمرأة. مساء الخير يا دكتورة. أهلا وسهلا أستاذ تامر. مساء النور. ازي حضرتك؟ على حضرتك وعلى ضيفتك الكريمة ومشاهدينك الكرام. أهلا وسهلا ولك كل التحية، وإحنا عارفين الجهد العظيم اللي حضرتك بتبذليه والمجلس كله الحقيقة في محاولة دعم المرأة والمحافظة على حقوقها. الحقيقة المجلس زي ما حضرتك عارف والناس كلها عارفة، ما يعني بيبذل جهد كبير جدا جدا بقيادة الدكتورة مايا، وتحت اهتمام كبير من القيادة السياسية، الاهتمام بالمرأة وتنمية أوضاعها في كل المجالات الاقتصادية الاجتماعية والسياسية، وبدعم الإعلام كمان اللي واقفين معانا طول الوقت وبيبرزوا بشكل كبير جهد المجلس وعلى الأرض، وإزاي أوضاع السيدات بتبقى أحسن من وقت للتاني. مظبوط. لو حضرتك متابعة دكتورة الكلام اللي أنا بقوله أنا وياسمين فيما يتعلق بمواجهة ظاهرة التحرش اللي للأسف الشديد أصبحت ظاهرة شبه يومية في الشارع المصري. والحقيقة رغم أنه الواقعة الأخيرة بتاعت الجامعة الأمريكية وما إلى ذلك كانت واقعة مزعجة ومؤسفة، لكن كان فيها فايدة واحدة بس، انها صحتنا وخلت المجتمع كله يفوق على حجم المشكلة اللي احنا موجودين فيها. ده حقيقي، ده حقيقي، وغيرها كتير الحقيقة. يعني احنا في نقلة نوعية في تناول قضايا العنف ضد المرأة بشكل عام، انه اصبح الافصاح بقى شكل اساسي دلوقتي. أي. الناس اللي كانت بتخاف زمان تتكلم على ما تتعرض له، سواء تحرش في الشارع او عنف منزلي او اي نوع من انواع العنف، لا دلوقتي بقى في افصاح عام وفي جهات رقابية وقضايا
ومجلس قومي للمرأة ومكتب شكاوي، وواقفين بيساعدوا كل شكوى تيجي علشان توصل للسيدة لحقها، وعشان يبقى بالأساس يكون عندنا شارع آمن لكل سيدة مصرية تقدر تمشي فيه. هو ده الهدف، هو ده الهدف، فكرة الشارع الآمن لكل حد يمشي فيه، راجل أو ست. ده حقيقي، لانه كمان مش بس المراه هي اللي بتتعرض للتحرش، لكن شفنا اطفال بيتعرضوا للتحرش، بنشوف اشكال جديده للتحرش زي ما حضرتك وضيفتك الكريمه كنتوا بتتكلموا على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا دلوقتي بقى مناخ داعم لفكره التحرش والتنمر والتشكيك في الذمم والضمائر، وحتى انه الناس بدات يعني زي ما حضرتك شفت كده بيبقوا الناس يعملوا فيديوهات اجينست، يعني كل واحد يتكلم وحد تاني يطلع يرد عليه. مزبوط. الحقيقه ده كمان محتاجينه يبقى مناخ امن حتى لكل حد يقدر يدخل على صفحاته الصفحات. حضرتك عارفه دلوقتي يا دكتوره انه الحمد لله ان في دلوقتي تشريعات حصلت مكنت الاجهزه الرقابيه ومباحث الانترنت والنيابه العامه من انها كمان تراقب ما يحدث على السوشيال ميديا وترصد المخالفات وتعاقب المتجاوز. ده حقيقي، ده حقيقي. حضرتك كنت بتتكلم دلوقتي على تجديد العقوبه اللي هي وصلت ل7 سنوات. مظبوط. لمن يقوم بفعل. طب الحمد لله. وانا بس عايزه اكد على فكره انه احنا كل المؤسسات اذا ما تعاونتش مع بعض علشان تحقق هذا الشارع الآمن لكل اللي ماشيين فيه، الحقيقة ده هيخلينا يعني قدامنا مشوار طويل. المجلس بيقوم بالدور المنوط به، المجلس بيقوم ببرامج توعية كبيرة بيتكلم على كل قضايا العنف ضد المرأة، بيوعي المرأة بحقها وبيوعي المجتمع كمان ازاي يحافظ على امان المرأة في الشارع. مزبوط. وازاي يمكن المرأة. خلي بال حضرتك انه قضايا التحرش وقضايا العنف ضد المرأة بتبقى مرتبطة بشكل اساسي بفقر مالي، فقر ثقافي، بيبقى والله يا دكتورة انا الحقيقة مش عايز من أماكن. بعد اذنك يا دكتورة مش عايز الحقيقة ارجع فكرة الظاهرة بتاعت التحرش او المضايقات او عدم امان المرأة لسبب واحد، لان الحقيقة كل ما ندور على سبب نلاقي في شريحة اخرى. يعني لو رجعناها الفقر هتلاقي لا ده في ما اكثر الاغنياء الذين يتحرشون. لو قلنا بسبب الكبت او بسبب مثلا تأخر سن الجواز هتلاقي ما اكثر المتزوجين اللي متحرشين. هتلاقي الحقيقة الظاهرة اصبحت ظاهرة عند كل الفئات. درجة ياسمين دلوقتي قالت جملة الحقيقة ازعجتني جدا لما قالت لك، قلت لها مش عارف البنت مثلا طب اللي بتبقى لابسة كذا او الصغيرة او الحلوة، قالت لي لا اي انثى بيتم التحرش بيها. فالحقيقة الواقع صادم. هي مزعجة الحقيقة جدا، العبارة مزعجة، لكن هي الحقيقة لها يعني عندها حق في كتير من اللي احنا بنشوفه. وحقيقة كمان عندك حق وانت بتقول انه اصبحت كل الطبقات بتشهد هذه الظواهر. بتهيألي احنا محتاجين حاجة كده نعمل كده مايند سيت للتغيير اتجاهات للمجتمع المصري. لانه في كتير من الاحيان احنا مش حاسين الناس بتعطي للمرأة او البنت قيمتها الحقيقية. صح. في الاحترام، في انها زميلة لازم نحافظ عليها، انها عابرة في الشارع جنبي لازم احافظ عليها. لازم تختلف النظرة بتاعت فكرة انه ده كائن ضعيف مش هيعرف يحافظ على حقوقه ومحدش هيقف جنبه او مش هيعرف كذا. النظرة دي لازم تختلف. لا انا مش بتكلم على هي مش كائن ضعيف بالمناسبة، يعني المرأة زي ما الاخت كانت بتتكلم دلوقتي ضيفتك الكريمة قالت لك لو حد اتحرش بي انا هنزل اضربه. واحنا بدأنا يعني نشوف دلوقتي مش بس كده. تاخديش على كلامها قوي في الحكايه دي يعني. لا انا اصل احنا خلي بال حضرتك ان احنا في المجلس القومي للمرأة بتجيلنا كتير من الشكاوي، وفي ستات بنات نزلوا طبعا هم وصلتش لمرحله الضرب، ولكن بمعاونه مكتب الشكاوي قدروا يوصلوا لحقهم عن طريق يقدموا شكوى، يقدموا بلاغ وبعدين تطلع المحكمه والجاني نفسه ياخد حكم وينفذ الحكم. فده دي حاجات احنا عاوزين البنات، ما بقتش بنات ضعيفه زي الاول، بقوا عارفين بقى
في جزء من التوعية، الميديا طول الوقت بتتكلم على الموضوع، اتفتح ليهم مجال كمان ان هم يعبروا زي ما حصل في الشكوى الأخيرة بتاعت الجامعة الأمريكية، انه بس حد عمل هاشتاج او عمل صفحة تدخلت كتير وبدأوا يتكلموا، وده النقلة اللي انا بتكلم عنها. لا وده تطور مهم جدا، ان البنت دلوقتي ما بقتش تتكسف من انها تقول انا تم التحرش بيا على اساس ان هي المفضوحه، لا ده هي لازم تفضح المجرم. بالظبط، وحتى لو كانت خايفه من انه هي تعلن انها من الفضيحه او غيره، كمان اصبح عندنا دلوقتي سريه البنات بياناتها، وتقدر بكل اريحيه تروح وتبلغ عن الشكوى اللي طيب تقدمت. دكتوره انا من اسف عشان وقت حضرتك الثمين، انا عايز بس اعرض لحضرتك في الاخر خالص صوره كده، عشان انا قلت لحضراتكم ان ده امبارح انا عرضت الفيديو ده وقلت ان ده نداء للمجلس القومي للمراه، فعايز حضرتك تقولي لي ده يخص. انا بس بكلمك بالتليفون فانا مش شايفه قدامي. انا عرضت امبارح فيديو لبنت متعلقه من شعرها. ايوه تمام. بيستخدموها احدى الفرق يعني لعمل عرض مسرحي كده في الافراح ومش عارف ايه، وهم معلقينها من شعرها في الهواء في السقف من غير ما رجليها تلمس الارض، وانا قلت الحقيقه ان ده مظهر لا يليق ومظهر مهين جدا 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 للبنت وكذا، واوجهت لكم نداء في المجلس القومي للمراه عشان تحققوا في الموضوع. هو لو حضرتك تابعت كمان حد من المجلس القومي للأمومة والطفولة، لأنه تبين أنه هذه فتاة قاصر دون 18 سنة. يا خبر أبيض، طلعت قاصر؟ اه بالظبط. كده تبقى تبع المجلس القومي للطفولة والأمومة. سريعا وبدأ يجمع معلومات عنها، وطلع مسؤول خط ساخن 16,000 في الميديا النهارده الصبح او ظهرا يعني، وقال ان احنا قربنا نوصل عرفوا ان هي من مدينه من محافظه الدقهليه، وعرفوا المدينه اللي البنت موجوده فيها، وان دي فرقه بتقوم بالاستعراض في الافراح الشعبيه في المناطق ديت، وهم سبيلهم لاتخاذ الاجراءات لحمايه البنت. لكن انا مع حضرتك مليون في الميه ان صورة مهينة جدا جدا جدا، وفيها استغلال وفيها اتجار في البشر، يعني دي جريمة يعاقب عليها من قام بها يعني. ممتاز، انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتورة ايزيس، اولا على مداخلتك القيمة معنا وعلى مجهوداتكم في المجلس، وبشكرك كمان على المعلومات اللي قلتها لنا، لان انا بصراحة الفيديو ده كان مستفزني جدا 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 وما كنتش هسكت. فالحمد لله المجلس القومي للطفولة والامومة تفاعل، وهيوصلوا للفرقة اللي بتدير البنت دي، وهتتعرض للعقوبة لان ده زي ما قلت فيها اهانة لصورة المرأة وكرامة المرأة، وما بالك كمان وهي قاصر، بالاضافة الى الاتجار في البشر، فهي كوكتيل جرائم كده، ربنا يقدرهم على الحبس فيها يعني. لا ومبسوطين مبسوطين في الفيديو، انا اخدت بالي من الفيديو ان هم تحس فيهم فرحة. ما هو للأسف احنا بنفرح في الحاجات الشاذة والحاجات الوحشة والحاجات الغريبة، بقى ذوقنا فيه مشكلة. بدل ما نفرح بالحاجات الحلوه وننبسط بيها ونتضايق لما نشوف منظر شاذ او وحش، لا بقينا نسقف ونفرح وبتاع، وممكن تبقى البنت دي وفرقتها مشهوره. ترند خلاص، كله تلاقي كله طلع واللي في مدينه المنصوره محافظه الدقهليه. نرجع بقى للنقطه اللي كنت بتكلم فيها مع الدكتوره دلوقتي، وهي الصوره شويه اختلفت عن زمان. زمان كانت البنت اللي بتتعرض للمعاكسه او للتحرش او حتى للاكثر من كده كانت بتتكسف وتجري على بيتها وتقفل، حتى ما بتقولش لباباها ومامتها. بس في مشكله تانية يعني، في بنات اوكي دلوقتي مثلا حتى لو فكرت تتكلم، في اهل صعبين، في اهل صعبين. يعني حصل مشكله زي كده مثلا من فتره، من سنتين، قالت لا انا بابايا سعيد ده لو عرف هيموتني حيا. قلت لها يعني ايه؟ طب هو السؤال يموتها ليه؟ يعني ايه الجريمه بالنسبة اللي بالنسبه لهم؟ عار عار على البنت اللي حصل معاها، رغم ان هي مشكله يعني مثلا حادثه هي ملهاش دخل في الموضوع. على فكرة شباب بيحكوا على بنات، والله ياسمين مهم جدا، لانه فعلا الصورة دي بتختلف. لو انا اب، ايه العار اللي صابني لما بنتي تتعرض لي؟ عشان كده لازم الاهل يكونوا قريبين جدا من اولادهم، مصاحبين اولادهم، بحيث لما تحصل مشكلة يقدروا يتصالحوا معاهم ويقدروا يلاقوا حل. لكن في اهالي لحد دلوقتي بتمنع، يعني انا شفت الموضوع ده قدامي، لا احنا هنتفضح، خلاص الموضوع اتقفل، خلاص كده. البنت كانت مرعوبة انها تقول لابوها، ولحد دلوقتي ما حصلش اي حاجة. يعني رغم ان كان بنات لسه مبتدئين ان هم عايزين يكونوا موديل، كلمهم شباب احنا عايزين كذا كذا، الحاجات اللي بتبقى على النت. وطبعا دي مشكله انا بوجهها لكل بنت موديل في مصر، مش اي حد يقول لك في شغل في تصوير انت تنزلي. لا انا وجهت الموضوع ده مع ناس كتيره جدا، ينزلوا اكونتات فيك وناس بيضحكوا على البنات. اوكي، اخذوا البنات يروحوا بقى في شقق او في مكاتب ما تبقاش اساسا مكاتب، لا ولا مكتب ولا حاجه، يا شباب واخذوا البنات واغتصبوهم. يا نهار ابيض،
وبنات يعني صغيره في السن اللي هو 21 سنه 20 سنه عايشين هنا بيدرسوا مش عارفين الموضوع ده. اغتصبوهم والموضوع سكت. يعني هي البنت جت بنتي جت سالت لقيت لي تعرفي كذا كذا قلت لها لا، بعتت لي الاكونت قلت لها ده واضح ان هو فيك. فلو هتنزلي فيك يعني مضروب يعني ايوه لانه كانت مزيف مش عارفه بتاع مين. تمام. فقالت لي بس انا عايزه انزل تصوير، قلت لها لما تنزلي اصبر شويه انزلي مع حد تعرفيه، ما ينفعش تنزلي مع اي حد ما تعرفوش. صح جدا. حصل الموضوع ده اختفت فتره ما عرفش اي حاجه، فين وفين لما اتكلمت معايا قالت لي حصل معايا كذا وكذا وانت كلامك كان صح وكذا. قلت لها انت عملت ايه؟ قالت لي انا قلت لبابايا هيموتني لو قلت لبابايا هيموتني. فما قالتش اساسا لاهلها؟ ما قالتش ولا الموضوع حصل اساسا، بس كانت تشوف البنت دلوقتي واحده معقده. طبعا لازم نفسيتها تكون خلاص يعني اللي هي يعني ما عادش فارق معاها حاجه في الدنيا. لو عادي انا ما عادش بخاف بس عادي. بس خدي بالك والله انا في رايي انه يعني طبعا انا قلبي معاهم، بس انا رايي كمان ان هي الشريكه في الموضوع بسكوتها. طبعا هي مشكلتها خافت على اهلها. يعني قالت لي انا بابايا ومامتي صعبين جدا، فكره ان انا قاعده هنا بدرس اساسا دي كانت يعني تعبت فيها كتير. بس انتوا خدوا بالكم برضو اللي بتقولوا ياسمين برضو صعب. احنا هنا بنتكلم انا ممكن عشان برضو ما يبقاش كلامنا كده سهل ونظري ونقول لا والناس واشتكوا بلغوا. اشتكوا بلغوا، بس خدي بالك ان بنتكلم نقول لهم اشتكوا بلغوا لما تعرضوا لمعاكسه لمضايقه لتحرش حد ضايقكم في الشارع بتاع، بس انت بتتكلمي عن واقعه اغتصاب وتبقى مثلا الموضوع لما يكبر راي عام. اغتصاب قصه ثقيله يعني انا ما ينفعش هتيجي تخش على بابا تقول لها بابا انا في حد كلمته وكلمني على تصوير وانا كنت نفسي اشتغل تصوير. طب انت رايحه تدرسي ايه اللي دخلك في المجال ده؟ وبعدين احنا رحنا فعملوا معانا كذا كذا كذا. فكأب مثلا واقف قدام بنتي اسمع الكلمه دي هيجي مثلا قتلها في نفس الحال. يعني الموضوع صعب، لازم تقبل اصلا الاهل فكره النقاش في الموضوع. انا بقول لك هي صعبه ولازم صعبه. وبعدين احنا مجتمع شرقي نتكلم فيها بصوت عالي مع الناس وفي المجتمع ويحصل عليها حوار في المجتمع، لانه انا بقول لك صعبه وملهاش علاقه بقى بصعيدي ولا فلاح ولا هو اب مدني في الاول وفي الاخر في النهايه اب. صح. لا لازم نشوف لها صرفه بجد، لانه ازاي نوصل للمجتمع انه يتقبل الفكره دي بمنتهى الوعي ومنتهى الحكمه، وانه بنتي مهما كان اللي حصل فيها لا قدر الله يعني بنت اي حد انها في النهايه ضحيه. صح. مش هي الجاني مجني عليها، مش هي الجاني. لازم الوعي والثقافه تتغير، بس الوضع صعب. طب الوضع صعب طبعًا. هي برضو غلطتها البنت صاحبتك الموديل دي ان هي دخلت في السكه دي اساسا. هي مش كده دلوقتي في مصر بتتواصل لوحدها من غير ابوها وامها يبقوا عارفين هي بتعمل ايه. لا دلوقتي بقت الاغلب السن اللي هو ال 20 21 22 كل بنت بتشوف عايزه ايه. لا انا عايزه ابقى عارضه ازياء، انا عايزه اسافر ابقى مشهوره. ده تفكير الجيل ده، ده التفكير. انت شايف دلوقتي الاندر ايج لسه العيال صغيره يعملوا فيديوهات احنا عايزين نبقى مشهورين. ما انت شفت اللي حصل في اسمها ايه موده الادهم وحنين حسام. ايوه بنفس بنتين صغيرين جالهم الهس بتاع الشهره والفلوس وان انا عايزه ابقى نجمه وعايزه بتاع ولا نجمه ولا اي حاجه. يعني ايه بنت مثلا تطلع تعرض نفسها او اللي هو انا معاكم او كده او مش عارفه او انا كده اتشهرت. طب اتشهرت على ايه؟ انا كده اتشهرت مش اتشهرت. لا لان في ناس كتير اللي هي تقول ايه حرام مثلا او انا نفسي اكون زيها او كذلك. يعني خلي شهرتكم بحاجه مفيده. يعني انت ممكن تدخلي مثلا على السوشيال ميديا بموضوع مهم، موضوع صح. تتفعلي بيه مع الناس، تتكلمي عن حاجات تفيد الناس، هتلاقي ناس تفعلت معاكي من غير اي حاجه. عندك حق، عندك حق. انت شرفتيني يا جيسي. الله يخليك. انبسطت قوي بالحوار معاكي. وانا اكتر. معلش انا تعبت ياسمين، انا جبتها من الساحل بس. لا اكيد تحت امرك. تسلمي ميرسي، وكانت تستاهل لان انت مثال للبنوته الحلوه المثقفه المحترمه اللي تعرف تبقى واجهه للبنت المصريه، فانا عشان كده كنت حريص تبقي معايا. ان شاء الله اكيد. شرفتيني ونورتيني. ميرسي يا تاني. بشكر حضراتكم النهارده، خلصت حلقتنا، بكره حلقه جديده من اخر النهار، اشوفكم على الف خير. باي باي.